السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأي اللي ما حضروا أو اللي ما قدروا، يعني كان طافي الكهرباء ما قدروا نشرح لهم المختبر الخامس. المختبر الخامس طبعا هو الـ ESR، وهو مختبر جدا بسيط وقصير، اللي هو الـ Erythrocyte Sedimentation Rate، اللي تمثل نسبة ترسب كريات دم الحمراء خلال ساعة واحدة. الديفينيشن مالته هو يقول هو distance sediment in vertical column of blood after 1 hour، يعني انه مسافة الترسب الكريات الدم الحمراء نسبة بلازما خلال ساعة واحدة. زين، أنا دائما انه استخدم الانتي كوغيولنت من اسحب الدم واخليه بفد تيوب، استخدم الصوديوم ستريت اللي هو يعتبر كانتي كوغيولنت حتى يمنع التخثر، واسوي تحليل اي اس ار. شلون هذا اللي احنا كل مانع تخثر هو الا في طريقه معينه حتى يمنع تخثر الدم. الصوديوم ستريت هو يعني يسوي دي ايونايزيشن للكالسيوم ايونز، وبالتالي من ما كالسيوم ايونز ما راح تتم عملية تخثر، فالدم يبقى بشكل يعني سوليبل أو يعني غير يعني ما متخثر بصورته الطبيعية كأنه يعني به بارين عادي. البرينسيبل مال التحليل شلون يشتغل؟ الأنتي كوغولنت نضيفه للدم، وبعدين هذا الدم نعلقه في التيوب معين هسه من راح نشوفه، بعدين نجي ورا ساعة مو ساعتين. هنا طبعا انا غلطان بال يعني بالطباعة انه هنا ساعة وليست ساعتين، وراح يرسب الكريات الدم الحمراء مثل ما تشوفون انه سبيسيفيك جرافيتي للخلايا وعناصر الدم تختلف من عنصر الى اخر. ف الار بي سي هي تكون اثقل يعني المكونات الدم، والسبيسيك مال جرافيتي مالها كلش عاليه حوالي 1090. شلون راح يصير الترسب؟ البلازما بروتين اللي هي بروتينات مثلا التهابيه، خاصه من موجوده بروتينات التهابيه راح تزيد نسبه الاي اس ار، ولذلك يعتبر هو كانديكيتر للالتهاب. هاي البلازما بروتينز راح تجي ترتبط او العفو تسوي نيوتراليزنج للتشارج اللي على سطح الار بي سي. مثل ما تعرفون انه الار بي سي بهاي بشكلها الدائري على سطحها، يعني السيال ممبري مالتها يعني بهواي نيجاتيف تشارج، فلذلك الار بي سي كلها نيجاتيف تشارج، فبيناتها ما راح تتقارب وما راح تترص ناس بصف ناس، فتبقى يعني متنافره. فمن راح يصير بيها نيوتراليزنج هاي الار بي سي راح تفقد النيجاتيف تشارج، وبالتالي يصير معادله فتلتصق ناس على ناس وتسوي نيرولكس فورميشن. شلون راح تتعادل؟ احنا مثل ما قلنا انه البلازما بروتين هي اللي راح تسوي نيوتراليزنج. شلون؟ لان هي بلازما بروتين بوزيتيف تشارج والار بي سي نيجاتيف تشارج، فراح تتعادل الشحنه وتتراصف الار بي سي وتسوي لنا نيرولكس فورميشن، وبالتالي يصير سيدمنتيشن للار بي سي بسرعه عاليه. رولكس فورميشن شلون يعني وصفناها الميكانيكيه؟ مثل ما قلنا جلوبيولين فارنوجين هن مثل جلوبيولين التهاب يعني بروتين مناعي، فراح يجي يسوي نيجاتيف وبالتالي يسوي لنا رولكس فورميشن. فمن اقول لك شنو يعني رولكس فورميشن وش الميكانيزم مالته، تكتب لي هذا مخطط او تشرح لي هذا الرولكس فورميشن. شوفوا شلون الار بي سي انه ترصت صارت بهذا الشكل وترصت ناس فوق ناس، وبالتالي تؤدي الى يعني تكوين رولكس فورميشن وزيد نسبة الترسب خلال هذا التيوب اللي عندي. خطوات هذا التحليل شنو؟ اخذ تيست تيوب عادي يحتوي لنا على 1.6 مول من الدم و1 سوري 0.4 مول من الصوديوم ستريت اللي هو الانتي كوغولنت. بعدين نجي نترس هاي التيوب اللي هي وستيريان تيوب الحد الصفر، هي معلمة من 140 لحد الصفر فوق، ونوقفها بشكل عمودي مثل ما تلاحظون هنا بالشكل. شوف شلون مرقمة
هاي احنا ورا ما خبطنا الدم ويا الانتيكوغولات ندخل نعبيها بهاي التيوبة، فهي مرقمة من 140 لحد الصفر. لهنا اوصل الدم وهو يعني خليط ما بين الدم، واترك ساعة كاملة واجي اقرا فزي. مثل ما قلنا اخر خطوة ترى اسنان، بعدين ريد ذا هايت بلازما كولوم اون ذا توب ار بي سي بعد ساعة واحدة. هنا بهالصورة مليانة تيوب، بعدين نجي ورا ساعة مثل هسه، هذا ما بي فد خلل معينة ما عد التهاب، فما نازل الار بي سي. كل ما يزيد الالتهاب الار بي سي راح نجي نلقاه مثل نازله هنا البلازما باقي ينزل ينزل. بعض الاورام والسرطانات والالتهابات جدا قويه مثل التدرن والسل الرئوي هنا يوصل ل 90% ل 140 ببعض انواع الكارسينوما او اللوكيميا. النورمال فاليو عاده الميال 6 وجوه طبيعي، الفيميال 10 جدا طبيعي وجوه. اثناء الحمل اليسار يصعد لل 60 70 جدا طبيعي، يعني حاله فسلجيه طبيعيه، لان يعني مثل ما تعرفوا الحامل يزيد عندها الالبومين والجلوبيولين وذني يسوون نيوترلايزنج للار بي سي، فبالتالي الزياده ما بها اي يعني مو دلاله على ديفكت ما دام المراه حامل. بس بالرجل اي زياده يعني اكو فد ديفكت بالجسم. زين هنا يقول لي يسار شو وقت يزيد؟ يزيد الطريقتين، اما عن طريق التشو ديستركشن او زيادة الانتيوزي اللي هي قلنا بيها بروتينات، او لذلك هو لا يعتبر يعني سبيسيفيك الفد مرض معين، وانما يعني كفحص سكرين تيست انه يعني يلاحظ او يسجل يعني الالتهاب يعني بصورة عامة وليس يعني يحدد بأي منطقة وبأي عضو. زين شنو الكونديشنز اللي ESR يزيد؟ الفيزيولوجيكال مثل ما قلنا الميزنتريشن البريجنانسي الاكسرسايز وبعد تناول الوجبات. اما الباثولوجيكال لا، الانفكشن التشو ديستركشن مثل المايوكارديال انفراكشنز او الميلجنانسي او الانيميا او التوبركلوسيز او الفراكشرز. كل هاي الظروف هي مرضية تؤدي إلى زيادة الـ ESR. What is the clinical significance of this test? ESR is not diagnostic. نرجع ونعيد إنه هو يقول مو diagnostic، هو prognostic، ولذلك يحدد الـ progress مال disease مثل أو مثل أسوي في يعني follow up للمرض معين من أنطي علاج. حتى اشوف الالتهاب شلون صار مثل يعني التهاب مفاصل او التهاب تدرن، يعني من اعطي علاج اشوف الESR بدا ينزل يعني العلاج دا يشتغل، وبذلك اما اذا بقى صاعد فمعناها انه العلاج ما دا يشتغل او المريض بعد يعاني من التهاب جدا قوي. لذلك هو الESR يعني يعتبر كانديكيتر جيد لاي التهابات داخل الجسم. زين decreased is ESR بجماعة البوليسايثيميا مثل ما تعرفون انه الدم يكون ثيك ويعني البي سي في جدا عالي، فلذلك يكون الاي ESR يعني طبيعي او ما ينزل 1 2 0 نوبات يبقى. وجماعة الافايبرونوجينيميا اللي هم جماعة يعني هذا مرض يعني وراثي يفقد الدم على قابليته على التخثر بصورة طبيعية لفقدانه لفايبرونوجين بسبب يعني جينيتيك ديزيز معين يسوي يعني يوقف الجين اللي يشفر الفايبرونوجين، وبالتالي ما اكو اي فايبرونوجين يكون بالجسم والجسم يعني يفقد القابلية على التخثر، ولذلك نشوف اليسار يبقى كما هو. زين اليسار ليش دا يزيد بالإنفلاماتري؟ شنو علاقته بالهو بالالتهابات؟ مثل ما قلنا نرجع على كل إعادة طبعا انه الجلوبيولين زاد صار نيوترلايزنج للنيجاتيف تشارج اللي على الار بي سي سوانا رولكس فورميشن، وبالتالي زادت نسبة المساحة السطحية للار بي سي وزاد الترسب. simply it's very easy and good luck، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.